إلى ذلك انتقد مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بشدة سلبية السلطات القطرية في التعاطي مع ملف الحجاج وأكد آل الشيخ أن السلطات القطرية أخطأت في رفضها نقل حجاجها الراغبين في أداء شعيرة الحج للمشاعر المقدسة عبر الجو تنفيذا لأوامر خادم الحرمين الشريفين بناء على وساطة سمو الشيخ عبد الله بن علي الثاني وأكد على الشيخ أن منع الحجاج من القدوم للمشاعر المشاعر المقدسة بلا سبب شرعي يستوجب ذلك هو تطرف بل هو تصرف خاطئ وأمر خطير وغير جائز. يأتي هذا التصريح من مفتي عام السعودية بعد ساعات قليلة من أعلان الخطوط الجوية العربية السعودية بأنه تعذر عليها جدولة الرحلات المخصصة لنقل حجاج القطريين من مطار حمد الدولي في الدوحة وذلك لعدم منح السلطات القطريه التصريح لطائراتها بالهبوط في الدوحه بالرغم من مضي عده ايام منذ تقديم الطلب